مشاهدي متتبعي قناة شوف تيفي قناة الشعب، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة سطنش. اذا احنا كنتواجدو حاليا بسوق القرب ديال بن ديبان، كيف ما كتلاحظوا معنا موزعي الدجاج كيسبحوا في سوق القرب ديال بن ديبان، كيوزعوا الدجاج وكيفرقوا جداد على المحلات التجارية، كيصبحوا كيوزعوا الجداد على المحلات التجارية اللي السعر ديالو باقي ما معروفش الى حدود الساعة، باش غيبيعوا السقيط. يعني كيف ما كتلاحظوا لان تبارك الله كاين ثلاثه ديال الكاميونات وثلاثه ديال الشاحنات، كيف ما قلت لكم كاين ثلاثه ديال الشاحنات وحده هي راه يلاه مشات دابا، باقيين جوج ديال الشاحنات اللي كيخويو جداد على التجار ديال سوق بن ديبان او سوق القرب بن ديبان، باقيين باقيين جوج ديال الكاميونات هما اللي كيوزعوا او هما اللي باقيين كيخويو، وحده خوات ومشات، وباقيين جوج هما اللي باقيين هنا كيخويو جداد في سوق القرب بن ديبان على التجار. تبارك الله جداد موجود، الخير ضل الله كامل كاين. بالنسبه للثمن ولي ما عرفناه شحال صباح داير اليوم، يعني حتى كيشبروا السلعه عاد كيقدروا انهم يحددوا الثمن، حقاش كاين المحلات ديال جداد اللي باقي ما فتحتش بحكم ان المحلات كيفتحوا معطلين، رغم ذلك الموزعين ديال جداد كيجيو في الصباح بكري كيخويو جداد كينزلو كيمشيو حدا المحلات، كل محل كيعطيوه ديالو ولا كينزلو له السلعه ديالو اللي كيكون طالبها بالليل، يعني العدد ديال الميزان اللي كيكون طالبو بالليل في الصباح كيجي كيجبرو عندو في باب المحل ديالو، في اي ساعه جا كيدخل جداد ديالو وكيدخل يترزق على الله. اذا كيف ما قلتكم تبارك الله كانوا ثلاثه ديال الكاميونات هنايا، حاليا باقيين جوج هما اللي باقيين كيخويو وكيوزعوا على المحلات التجاريه ديال سوق القرب بن ديبان. يعني كيف ما كتشوفوا تبارك الله راه جداد كاين وبزاف نسبه الافراح والاعراس اللي كنعرفوها في هاد الاشهر، هاد الاشهر اللي معروفين ب يعني دابا ملي كتبدا تقرب الصيفيه معروفين الاعراس كيبداو، المناسبات كيبداو، الحفلات كيبداو، كلشي كيبغي يفرح براسو، كل واحد شنو كيعمل في هاد الصيفيه، كاين العائلات اللي كيتجمعوا مع بعضياتهم كيعضلوا نهار في السيمانه بحكم ان الجو بدا كيسخن شويش، يعني غيقدروا يخرجوا، ماشي فحال الشتا فحال فصل الشتاء، الشتا كانت كتعكز الانسان انه يخرج من دارو ويمشي عند شي واحد من غير الضروريات، اما دابا من كيسخن الجو فراه الكل كيفضل انه يخرج، كاين اللي كيفضل انه يمشي للغابه مع الاصدقاء ديالو يعملوا الطاجين مع بعضياتهم او ما شابه ذلك، فضروري كيديو معاهم جداد لان الاغلبيه كيشريو جداد وكيديوه معاهم باش يشويو جداد او اللي كيعدلوا الطاجين ديال جداد او المهم، فراه جداد كيكون عليه واحد الاقبال كبير في ملي كتخرج القايله وكيسخن الجو شويش كتجبر على ان الجداد كيكون عليه اقبال كبير. هادشي هذا اللي كيخلي التجار ديال بائعي الدجاج انهم يجيبوا جداد بواحد الكميه، يجيبوا جداد بواحد الكميه اللي هي زايده شويش تحسبا الناس اللي كتكون كتسخر في هذا الفصل في هذه الايام هذه، تحسبا ان الاقبال كيكون زايد واحد شويش،
اذا كيف ما قلتكم مشاهدي متتبعي قناة شوف تيفي قناة الشعب، في الاول ديال البث المباشر هذا فارا كانوا ثلاثة ديال الكاميونات هنايا، حاليا باقيين غير جوج، وديك جوج كيخويو وكيمشيو بحالو، يعني ما تجي توصل لعشرة هذا النهار حتى كتجبرهم انهم خواو وسالو وماشيين في حالاتهم. اذا كيف ما قلنا لكم على ان كيكون واحد الاقبال على الجداد هو اللي كيخلي التجار ديال الدجاج انهم يجيبوا الجداد زايد شيئا، واحد الكميه اللي هي زايده واحد شويش، هادي داك كيجيب 100 كيلو فراه يقدر يجيب في هذا الوقت هذا 150 كيلو ماشي مشكل، لان كيكون عليه واحد شويش ديال الاقبال او كيكون عليه الاقبال بزايد شيئا. يعني كيف ما كتلاحظوا معنا حاليا جات كاميونه اخرى اللي كنظنوا انها حتى هي ديال الدجاج، حتى كاميون اخر اللي وقفت حتى هي ديال الدجاج، يعني تبارك الله كيف ما قلت لكم، يعني تبارك الله الدجاج كيمشي بواحد الكميه اللي هي كبيره في السوق القرب ديال بنديبان واللي كيخرج بزاف، بحكم ان كاين موزعين اللي كيجيو هنا فراهم بزاف واللي كينزلوا كميه كبيره ديال الجداد، هادشي هذا اللي كيبين على ان سوق بنديبان خدام وكميه ديال الدجاج اللي كتخرج منه فراه هي كميه كبيره. اذا مشاهدي ومتتبعي قناة شوف تيفي قناة الشعب، كنتم معنا في هذا البث المباشر من مدينة سطاش.